السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الآنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في الميعاد ده بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد. لكل من تنتظر حدوث حمل جديد، ولكل من رزقت بمولود جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، هنا بإذن الله في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي هتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. قبل أن تداهمنا الاتصالات، في الحلقات السابقة تحدثنا عن ضعف مخزون المبيض من البويضات، أو تحدثنا عن مخزون المبيض من البويضات، اللفظ المرعب الذي يرعب السيدات الباحثات عن الحمل، ولما لا، وهو مرض يؤثر على خصوبة السيدات تأثير شديد وبلا أعراض، لا تشعر المصابة به بأي عرض يستدعي قلق منها، وبلا علاج طبي واضح فلا يستطيع الطب أن يزيد المخزون أو أن يحافظ عليه عكس ما يدعي الكثيرون للأسف الشديد. وتناقشنا في أن السيدات تولد بعدد محدد من البويضات، وأن هذا العدد ليس ثابتا ويقل بمرور الوقت والعمر، وأن أعلى فترة للخصوبة هي فترة ما بين 19 ل 24 سنة، بعدها تبدأ الخصوبة تقل نتيجة لقلة وضعف المخزون. لكن الضعف في المخزون لا يكون واضحا ولا مؤثرا إلا بعد سن 30 سنة، ويكون أكثر وضوحا بعد سن 35 سنة، حيث يصبح كل عام محسوبا على السيدة. وبعض السيدات قد يتعجل فقدهن لخصوبتهن وضعف مخزون المبيض من البويضات لديهن. وليست المشكلة فقط في العدد، ولكن أيضا في الجودة. فالسيدات عند عمر 40 سنة يظل في مبيضهن تقريبا 30 ألف بويضة في المتوسط للسيدات اللي مخزونهم جيد، لكن 90% من هذه البويضات سيئة النوع غير قابلة للتخصيب، وإذا خصبت ففرص حدوث الحمل قليلة واكتماله قليلة وإجهاضاته عالية وتشوهاته عالية. وتناقشنا في أن السيدات الباحثات عن الحمل يجب أن يكون فحص مخزون المبيض من البويضات من الفحوصات الروتينية بغض النظر عن السن. وحتى السيدات التي لا تبحث عن حمل، هنقول بعد كده أنه يفضل عند سن 25 سنة، الآن كل سيدة وصلت لهذا السن ولم تحمل ولم تنجب ولم تتزوج حتى، يجب أن تبحث عن فحص لمخزون المبيض من البويضات. فما هي الفحوصات التي تجرى لبيان مخزون المبيض من البويضات؟ هذه هي النقطة الحاسمة التي ينتظرها الكثيرون، وسنتحدث عنها اليوم، وسيكون معنا فيديو ليحاول أن يشرح هذا. هنشغل فيديو بعد ثواني، بس بعد إذن حضراتكم الكنترول هنبتدي نشغله أول ما أبدأ بس في الحديث. في فحوصات عديدة لمخزون المبيض من البويضات، الأشهر والأعم هم ثلاث فحوصات. كلما كان الطبيب ماهرا وحاذقا وواخد بالحيطة والحذر، هيعمل الفحص للثلاث فحوصات لمحاولة الوصول إلى تقييم جيد لمخزون المبيض من البويضات، لأن كل فحص منهم له ميزاته وله عيوبه وله مثالبه، وقد يكون مخادعا في بعض الأحيان. نشوف كده الفيديو. أول فحص يستخدمه الأطباء لبيان مخزون المبيض من البويضات اللي اسمهم Ovarian Reserve Test، هو عد جريبات المبيض، ما يعرفه الأطباء بأنترال فوليكولار كاونت. هذه الجريبات، نوقف الصورة بعد إذن حضراتكم، هذه الجريبات هي، نوقف الفيديو، هذه الجريبات هي ما نعتقد أنها بويضات وداخلها بويضات، تظهر داخل المبيض بالسونار المهبلي في صور هذه النقاط أو الكور السوداء، كلما زاد عددها زي الصورة اللي قدامنا كده، ده يشير إلى زيادة مخزون المبيض من البويضات، وكلما قل عددها يقل مخزون المبيض من البويضات. وهو فحص سهل وبسيط ويجرى بالسونار المهبلي المتوفر في عيادات الأطباء. لكن بعض الأطباء المخادعين للسيدات الذين لا يجرون سونار مهبلي مش هيشوفوا ده، أو بيعملوا سونار مهبلي وهم غير متخصصين فمش هيبحثوا عن هذه النقطة.
الصورة اللي قدامنا دي لمبيض لسيدة عدد الجريبات الموجود كتير، وبالتالي نقدر نقول الانترال فوليكولار كاونت نقدر نعد كده 12 14 16 جريب، وبالتالي نقول ان مخزونها من البويضات جيد وقد يكون مرتفع. وبعض الناس تصف هذه الصورة بان السيدة دي متكيسة وعندها تكيس مبايض نتيجة لان الجريبات دي عالية. نشغل الفيديو ونشوف الفرق في حالة اخرى. كلما زاد عدد هذه الجريبات يشير الى مخزون المبيض من البويضات، كل كرة من دول تمام، وكلما قل عدد الجريبات قل عدد المخزون. نوقف الصورة على كده. الصورة اللي قدامنا نرجع، معلش نرجع ثانيتين ثلاثة في الفيديو إذا أمكن. الصورة اللي كانت أخيرة أهي، ده مبيض برضو في نقطتين كريتين سوداء. هذا الفحص يتم بعمل سونار مهبلي في أي وقت يفضل والأمثل في أيام الدورة الأولى. عشان كده مثلا هتلاقي في عيادتنا بنطلب من المريضات أنهم يجوا في أيام الدورة وبنرسلهم لعمل سونار مهبلي ثلاثي الأبعاد، لأنه له دور تقييمي جدا لمخزون المبيض من البويضات إذا أجري في هذا التوقيت. واضح الفرق بين الصورة السابقة اللي كان مخزون المبيض من البويضات مرتفع لأن عدد الجريبات كثير، وبين هذه الصورة اللي الجريبات قليلة وبالتالي مخزون المبيض من البويضات قليل وفرص السيدة في الحمل قليلة ولكنها ليست منعدمة. إذا كان عندنا وقت نكمل باقي الفيديو بعد إذن حضراتكم. في فحص آخر وهو فحص هرمون الـ FSH والـ LH. عمل السونار المهبلي وعدد الجريبات في أيام الدورة الأولى يشير إلى المخزون، وبالتالي يعطي مؤشر كمان لاستجابة المبيض لأدوية التنشيط وعدد البويضات. نوقف الصورة بعد إذن حضراتكم. وعدد البويضات اللي ممكن استخراجها من المبيض إذا عملنا حقن مجهري في هذا الشهر، وبالتالي الانترال فوليكولار كاونت السطر اللي مكتوب فوق قدام حضراتكم ده. نوقف الفيديو بعد اذن، نوقف الفيديو، نوقف الفيديو. الانترال فوليكولار كاونت اللي مكتوب قدام حضراتكم ده هو واحد من الفحوصات الهامه والذي يجرى بسونار مهبلي، ويفضل ان يكون تقييمه مرتفع، يعني سونار مهبلي ثلاثي الابعاد في ايام الدوره الاولى. لكن هناك فحص اخر وهو اختبار دم، واختبار اللي مكتوب بقى باللون الاحمر وباللغه العربيه قدام حضراتكم، الاختبار الثاني وهو الشائع وهو الاكثر شيوعا والاكثر زيوعا والاكثر شهره عند الاطباء ولكنه ليس الوحيد، وهو ما يسمى بالاي ام اتش او الانتي ميلوريان هرمون. وهذا هو هرمون يفرز من البويضات الجريبات الصغيره داخل المبيض التي يمكن نضوجها، وبالتالي مستوى هذا الهرمون يعبر عن مخزون المبيض من البويضات. نشغل الفيديو. ميزة هذا الاختبار أنه يمكن أن يجرى في أي وقت من أيام الدورة، في أي يوم، ملوش عدد محدد، ملوش توقيت، ملوش، ما بيتأثرش بأي حاجة. كلما ارتفع عدد الجريبات اللي جوه المبيض زي الصورة اللي قدامنا هيرتفع هذا الهرمون، وكلما قل عدد الجريبات هيقل هذا الهرمون اللي هو الـ AMH. هذا الفحص مشهور ومحبب للأطباء والمرضى لأنه سهل وعبارة عن عينة دم صغيرة لكنه مرتفع التكلفة شوية، لكنه مؤثر جدا، يجرى في أي يوم من أيام الشهر وهذا يسهل الاختبار. نوقف الصورة بعد إذن حضراتكم، نوقف الفيديو. وبالتالي ده الاختبار الثاني وهو الأكثر شهرة عند الأطباء والأكثر محببا للأطباء وللمريضات والأكثر ممارسة. الاختبار الثالث هو الـ FSH الفوليكل ستيميليتنج هرمون، وهذا الهرمون ده بقى بيجرى في أيام الدورة الأولى. الهرمون الثالث ده نشغل الفيديو. ارتفاع هذا الهرمون هو عبارة عن الهرمون اللي بيشغل المبيض زي بالظبط البنزين ما بيشغل أي مطور. كلما زادت كفاءة المطور ده هيحتاج كمية قليلة من البنزين عشان يشتغل، كلما كان المطور ده تعبان ومجهد ومش قادر يشتغل هيحتاج لدفعة قوية من هذا الهرمون عشان يشغله. كلما ارتفع هذا الهرمون في أيام الدورة الأولى فوق رقم 10 أو رقم 12، وناس بتقول بدءا من 9 نبتدي نقلق، كل هذا يشير إلى ضعف مخزون المبيض من البويضات. لكن الهرمون ده مشكلته أنه مخادع زي ما مكتوب قدام حضراتكم، ويتعرض لتأثيرات، يتأثر بأشياء كثيرة، وبالتالي التقييم به وحده ليس تقييم قاطع. الأفضل أن يكون الطبيب يستخدم الثلاث وسائل مع بعض عشان يقدر يجيب عن أسئلة فرص السيدة في حدوث الحمل والتحديد الدقيق لمخزونها من البويضات، وهل من الضروري اللجوء للحقن المجهري أم لا، ومتى يتم اللجوء، وفرص نجاح الحقن المجهري، مخزون المبيض من البويضات فحص هام وضروري من فحوصات تأخر الحمل. وبالتالي كل عيادة تأخر حمل وكل طبيب تأخر حمل يجب أن يبحث ويجب أن يتحدث ويجب أن ينظر إلى مخزون المبيض من البويضات.
ويتم هذا النظر بتحليلين بفحصين يجروا في ايام الدوره، الاف اس اتش بيجرى في ايام الدوره، والانترال فليكلر كاونت اول واحد فوق الاف سي بيجرى بسونار ثلاثي الابعاد في ايام الدوره. وبالتالي لما العيانين بيسالونا انتوا ليه بتطلبوا في العياده عندنا ان احنا نيجي في ايام الدوره؟ عشان نقدر نستفيد بده بان نعمل فحصين من الفحصين دول، الاف اس اتش عشان نجيب على كفاءه مبيضك ومخزونه، وهو فحص مهم من فحوصات تاخر الحمل، وهنبعت حضرتك بنعمل سونار وغالبا سونار مهبلي ثلاثي الابعاد. ليه؟ عشان نعمل التيست اللي رقم واحد اللي فوق اللي هو الاي اف سي الانترال فوليكلر كاونت. وكمان في نفس عينه الدم اللي هنسحب فيها الاف اس اتش هنعمل اي ام اتش اللي هو بيجرى في اي يوم من ايام الدوره، وهو الفحص المحبب للاطباء. فلما نعمل التلاته مع بعض في زياره واحده لحضرتك، يبقى احنا بنفيد حضرتك باننا بناخد قرار قاطع. مخزونك من البويضات اخباره ايه؟ كفاءه مبيضك ايه؟ فرصك في الحمل ايه؟ الخطه المنهجيه اللي هنتبعها عشان نتابع حملك ايه؟ ناخد فرصه قد ايه للبحث عن حمل؟ متوقع فرص حدوث الحمل عندي تبقى قد ايه؟ الاجابات على كل هذه الاسئله بتتم باننا نعمل الثلاث فحوصات دول وبنعملهم مع بعض. حضرتك تيجي في ايام الدوره فنعمل لحضرتك تحليل ونعمل لحضرتك سونار وندمج دول مع بعض، وبالتالي نقدر ناخد راي قاطع. وحتى اذا كانت هذه التحاليل اجريت قبل ذلك، ففي الاغلب سنطلب اعادتها، لان لما بيبقى التحليل فارق وقاطع في فرص سيده وفي قرار، بنقرر انها تعاد اكثر من مره وفي اكثر من وجهه نظر ومن وجهه معمل علشان ناخد قرار قاطع بالمخزون بتاع المبيض. فلما بنعيدها ده فايده لحضرتك وقرار امثل، لاننا بناخد فحص اكثر دقه. ناخد بقى اول اتصال تليفوني في حلقتنا النهارده. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. الله يبارك لك يا رب ويزيدك كمان وكمان. امين يا رب، متشكر لحضرتك جدا. بقول لحضرتك يا دكتور، انا كنت عامله عمليه حقن مجهري من يوم 26/10. ايوه، نقلتي الاجنه 26/10. ايوه. وعملت اختبار بعدها ب 14 يوم طلع 665. 165، ايوه. 665. كويس. ماشي يا دكتور. ماشي، وبعدين؟ وامبارح لقيت يا دكتور كده حته نازله مني بني. تمام. امبارح انا يا دكتور، وانا عامله اصلا في حته يعني حكوميه فمش عارفه اوصل لهم. تمام، حضرتك عايزه حضرتك تطمني يا دكتور. الله يبارك. حاضر، الاختبار اللي كان 665 ده كان امتى؟ بقاله كام يوم؟ يوم الحد اللي فات. عظيم، ومحدش قال لحضرتك انك مفترض تعيديه بعد عده ايام؟ لا ما قالليش. طيب اديني بقى. رحنا بين الدكتور والدكتور قال لها بعد 15 يوم تعمل لي اشعه وتجيبوها لي. طيب اديني بقول لحضرتك الان يجب اعاده. اللي يطمن حضرتك مش انا، اللي يطمن حضرتك ان شاء الله انا عن طريق ان ابلغ بهرمون الحمل الرقمي لما نعيده الرقم كام. الدم اللي نزل ده وارد انه يبقى شيء عادي ومقبول ولا يؤثر في جودة الحمل؟ وارد يبقى حاجة مقلقة؟ طب الفارق بينهم ايه؟ هو اختبار الحمل الرقمي اللي كان 665 يوم الحد اللي فات، فلما نعيده النهاردة نلاقي ان اختبار الحمل الرقمي ده معدي 2000 وي، فنقول ان الحمل ده ماشي كويس وبيتطور تطور كويس، وان نزول الدم ده شيء عارض وغير مؤثر. او يبقى بعد الشر أشياء أخرى بناء على الأرقام. ففي هذه المرحلة من الحمل، الحكم على الحمل وجودته وكفاءته واستمراريته هو عن طريق هرمون الحمل الرقمي، وإذا نزل دم فهذا أدعى إلى تكرار هرمون الحمل الرقمي في أقرب وقت. يجب الالتزام بالراحة والعلاج والهدوء النفسي والعلاج المكتوب بواسطة المركز، تقليل أدوية السيولة قدر الإمكان إذا تكرر نزول الدم، لكن القرار في الاطمئنان أم لا بإعادة تحليل الحمل الرقمي. معانا اتصال تليفوني آخر. طيب الاتصال انقطع. وبالتالي في مراحل في حمل السيدات تبقى السيدة حامل، تمام، حامل وهرمون الحمل هو عالي في الدم. طب يا دكتور اعمل لي سونار عشان نشوف الحمل ده اخباره ايه. السونار في هذه المراحل لا يرى الحمل، لان السونار لا يرى الحمل من اول لحظة ولا من اول يوم. وفي مرحلة الحكم على الحمل وجودته وكفاءته واستمراريته بهرمون الحمل الرقمي.
ثم في مرحلة أخرى يصبح السونار له قيمة ويكون سونارا مهبليا وليس من البطن، ثم في مرحلة ثالثة بعد مدة أطول يصبح السونار من البطن مجدي إذا أجري. لكن دي تطورات الحمل. الأول الحكم على الحمل وجودته وكفاءته باختبار الحمل الرقمي، المرحلة الثانية بأننا ندمج مع اختبار الحمل الرقمي ومستوى هرمون الحمل في الدم السونار المهبلي وحجم كيس الحمل، والمرحلة الثالثة اللي بنصل ليها متأخرا شوية هو عمل سونار من البطن. معانا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك انا عملت منزار رحم وبطن لبطانة رحم مهاجري من حوالي اكتر من شهرين ونص. كويس. وحاليا يا دكتور في التهابات متكررة، مش عارفة يعني تبع المنزار او العملية يعني لها علاقة بالبطانة المهاجرة او لا. طيب لا ليها علاقة بالمنزار ولا ليها علاقة بالبطانة المهاجرة. زي عيانين مثلا، حضرتك عملت لي منزار من 6 أشهر، وعندي من يومها وجع في فكي، او جالي التهاب في الاذن الوسطى، او جالي التهاب في حلقي، او جالي التهاب في المعده. الالتهابات المهبليه ايه علاقتها بمنزار اجري من البطن للبحث عن سبب تاخر الحمل؟ الالتهابات المهبليه ليست سبب لتاخر الحمل، عكس ما بيقولوا لكم عندكم في بلادكم. الالتهابات المهبليه يجب تعالج، والالتهابات المهبليه ستعالج، ستتحسن وستتكرر. تمام؟ ودي لا علاقة لها من قريب أو بعيد لا بالمنظار ولا بتأخر الحمل ولا بالعلاجات بتاع تأخر الحمل، ولا تؤثر على فرص الحمل، وهذا شيء وهذا شيء آخر. يعني يا دكتور ما ترجعش البطانة مثلا قبل 6 أشهر؟ حضرتك الوقت انتقلنا لسؤال آخر. انتهينا الأول إن الالتهابات مالهاش علاقة، البطانة بقى ما بترجعش لأنها ما راحتش. حضرتك مريضة البطانة المهاجرة، هذا مرض مزمن، هذا المرض المزمن لا يشفى ولا ينتهي لحين ما تحدث للست حمل يكتمل 9 شهور، مش أي حمل كمان، لأن فرص الإجهاض بتبقى عالية في المريضات دول. طب وإذا حدث حمل اكتمل 9 شهور، نسبة كبيرة وليس الكل، نسبة كبيرة وليس الكل، نسبة كبيرة وليس الكل من مريضات البطانة المهاجرة سينغمد المرض تماما وسيشفى تماما، لكن في نسبة تانية سيظل المرض نشط وقد ينشط بعد الولادة. وبالتالي اللي بيقال للسيدات كذبا انت علاجك انك تحملي، هذا قول مخادع، هو قول حق لكن مش هو كل الحقيقة. هو العلاج المرض ده انك تحملي، بس هو مانع للحمل فلازم حضرتك تعالجه وتبحث عن الحمل. فإذا بنعالجه العلاجات دي اسمها علاجات تهبيطية، تهبيطية يعني المرض يبقى موجود بس أنا واقف نشاطه. في الأغلب إذا تم عمل منظار واكتشاف المرض وكيه وخدنا علاج تهبيطي بعده، هذا البروتوكول العلاجي يسمح لأن المرض يظل مهبطا، يعني موقف نشاطه، يعني موجود بس مش نشط، مش مؤثر قوي في حياة الست وفرصها في الحمل. يوقف نشاطه، يهبط لمدة ما بين 6 شهور لسنة بعد المنظار، خلالهم بتعلو فرص السيدة في الحمل. وللأسف أن هذه الفرص المرتفعة لا تزيد عن 50-70% في أحسن الظروف وفي أبسط درجات البطانة المهاجرة. بمعنى أن في نسبة من السيدات اللي هتجري منظار عشان تكتشف أن في بطانة مهاجرة وتعالجها وتاخد العلاج، يعتقدنا زي حضرتك أنهم شفيوا، هم لم يشفوا، والمرض يقولوا حيرتد امتى، هو لم يذهب ليرتد، هو موجود لكن تم ايقاف نشاطه وتهبيطه لفتره، وبعد 6 شهور لسنه من المنظار سيبدا في النشاط مره اخرى في معظم الاحيان. عشان كده بنقول للستات ان ما بين 6 شهور لسنه من عمل المنظار هي الفتره الذهبيه التي يكون فيها فرص حدوث الحمل اعلى ما يمكن. ولكن ليس معنى هذا ان بعد سنه اللي ما حملتش من سنة لا يمكن هتحمل تاني طبيعي، لا، بيحملوا بس الفرص بتبقى أقل كثير. عشان كده بنقول للسيدات ابحثوا عن الحقن المجهري، لأن فرص إن يحصل حمل طبيعي بعد مرور سنة من المنظار هتقل جدا، تصل إلى 10-20%، موجودة بس قليلة. وبالتالي فرص نجاح الحقن المجهري بنتكلم ما بين 35-50%، فبقت فرص نجاح الحقن المجهري بعد سنة من عمل المنظار، أنا بتكلم لو في بطانة مهاجرة ولم يحدث ضرر في الحوض، مفيش مشاكل، مفيش التصاقات، مفيش انسداد في الأنابيب، مفيش سوء في جودة الأنابيب، مفيش ضعف في المخزون، إذا كانت المعطيات دي كلها موجودة عندي خلال سنة من عمل منظار فرص تقترب من 50% أن يحصل حمل بصورة طبيعية. إذا عدت سنة هيبتدي المرض ينشط، اللي هو ما راحش
اللي هو كان موجود ومهبطا، فإذا نشط قلت فرص حدوث الحمل الطبيعي إلى حوالي 10% فيما أقل، ساعتها يبرز دور الحقن المجهري لأن بقى نسب نجاحه 3-4 أضعاف فرص حدوث الحمل الطبيعي. لكن قلنا قبل كده أن كل هذه الأرقام اللي بنقولها هي أرقام إحصائية، وأن قدرة الله ووعده بأن الحمل هبة من الله يهبه لمن يشاء لا تقف أمام هذه الأرقام والبحوث والعلوم الإحصائية التي يتحدث عنها الأطباء، لكن يجب أن ننظر لهذه الأرقام بعين الاعتبار وإحنا بنقرر خطوات العلاج. معنا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أنا بحب في البداية أشكرك جدا على المجهود اللي بتبذله عشان خاطر توصلنا المعلومات الصحيحة العلمية يعني. أنا متشكر لحضرتك، يا رب يجدي. يا رب، اللهم آمين. لأن الحقيقة يعني في ظل اللي إحنا بنقوله وبنبذله بشوف مفاهيم ومغاليط وكلام منتشر كده في يعني اخر يومين ثلاثه في حديث وقصه بينشروها الناس في مصر يعني تثير الغثيان والبكاء، ان يبقى ده حال ناس سنه 2020 والعلم بيتطور والناس بيتكلموا بهذه الصوره. لكن اللي هو للاسف الشديد ان تخصصنا تخصص النساء والتوليد هو التخصص المستباح الذي من حق كل سيدة أن تفتي فيه لمجرد أنها سيدة، ومن حق كمان والدتها وخالتها وعمتها ووالدها وزوجها والعيلة كلهم يفتوا ويدلوا بدلوهم في تخصص أمراض النساء والتوليد للأسف الشديد. تفضلي. أنا بالنيابة عني وبالنيابة عن زوجي بنشكرك جدا يعني، لأن أنا من مرضات حضرتك في العيادة، وكنت انا مريضه تكيسات من 10 سنه وما حصلش حمل، والحمد لله ربنا كرمني مرتين، مره ربنا ما قرتش في الاول مره، وتاني مره الحمد لله ربنا كرمني ببنوته عن طريق المنظار. يعني حصل حمل واجهاض ثم عملنا منظار لعلاج التكيسات فحصل حمل بعديها واكتمل. الحمد لله، بس بعد منها تاني بعمليه منظار. تمام. والحمل التاني حصل بعد المنظار بقد ايه؟ 4 شهور. تمام. بس ثانية واحدة كده، عشان كل يوم الوقت في العيادة انا عايز بس اخد كل يوم. هو يا دكتور المنظار بيقولوا انه بيعمل مشاكل؟ ايوه بيعمل مشاكل لما يبقى اللي بيعمله مش عارف يعمله ازاي، فاللي مش عارفين يعملوه وعايزين الناس ما يعملوهوش يقوموا يقولوا لهم الكلام ده. المنظار زي ركوب حضرتك العربية، في ناس بتركب العربية وتعمل حادثة، معنى كده الناس تبطلت تركب عربيات؟ لا. المنظار زي واحد بعت هدومه للمكوجي لانه فعلا بيتم في المنظار كي، فحرق الهدوم، يقوم الناس تبطل تستخدم المكوى ولا تبعت المكوجي، ولا الحل انك ايه تختار الصنايعي المظبوط اللي فاهم بيعمل ايه؟ تمام. فاذا فهمنا بنعمل ايه خدنا الفوائد وما خدناش الضرر بعد اذن الله سبحانه وتعالى. والمنظار طيما بيحصل حمل فيه خلال الشهر الثاني للسادس، فاربع شهور من المنظار ده الكلاسيكي يعني. اتفضلي. الاتصال انقطع يا جماعه ولا ايه؟ طيب اذا رجع صوتها تاني نبقى نرجعها بعد اذن حضراتكم. ده السيناريو، بس ده سيناريو طويل شويه يعني. مرض تكيس المبايض مرض الميزه فيه رغم عن مشاكله الكبيره، الميزه فيه انه مرض له قواعد، والامراض اللي ليها قواعد بتريح وتستريح. تمام. له قواعد واضحة، اعمل واحد هيحصل كذا، اعمل اتنين هيحصل كذا، نسبة التزامه بنسب محققة في استجابته للعلاج نسب واضحة جدا. وبالتالي اللي عندها تكيس من 10-12 سنة ومن وهي آنسة وقالوا لها الكلام الشهير بتاع والدتها وخالتها وعمتها وقريبتها وقالوا لها وإيه يعني والدورة مش منتظمة وما تروحيش، أو راحت فقامت الدكتورة قالت لها لا 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 ما تخليش حد يلعب لك في هرموناتك ودي هتتظبط بعد الدورة، الكلام كذب كله ده، فيؤدي الى تدهور الحاله، فاتجوز واقعد سنين ما يحصلش، واروح لناس يقولوا لي انت كويسه وطبيعيه ويكتبوا لي منشطات وعقلي الساذج يقبل الجملتين اللي يمكن يقبلوا مع بعض، انت طبيعيه ما عندكيش حاجه وخدي العلاج، طبيعيه ما عندكيش حاجه وخدي علاج، طب الطبيعيه تاخد علاج، طب الطبيعيه الدوره بتاخر، طب الطبيعيه بتكتبوا لها منشطات، واجي اقول للسيدات تقول لي لا ما كتبوليش علاج ده كتبوا لي منشطات، اكن المنشطات ليست علاج. فطبعا 6-7 سنين وما يحصلش حمل، وبعدين لما نعمل منظار يحصل حمل بعد 4 شهور، ده يوضح الطريق الصح بيتمشي ازاي ونتائجه بتبقى ازاي في هذا المرض. معانا اتصال تليفوني اخر. الناس ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا يا دكتور بقالي 7 سنين متجوزه. ايوه.
واول حمل كان عندي تشوهات فيه ونزل بعد 7 شهور حمل. نزل ولا حضرتك نزلتيه؟ لا نزلته عند الدكتور. ايوه نزلته عند الدكتور. او المهم تشوهات ايه اللي كانت فيه؟ كان عنده تليف على الكبد وعنده تشوهات عند المصارين. تشوهات في المصارين؟ اه. يعني الامعاء كانت بره، ما كانش جدار البطن متكون ولا كان فيه؟ ما كانتش مخلجه. لا ما كانتش مخلجه. تمام خلاص فهمت. اللي بعده وبعدين؟ وبعد كده بعد سنه من التصبيط جبت ربينه. تمام. هو ده ما اسموش تسقيط، بس عشان نصحح الكلام، ده اسمه ولاده مبكره. الاجهاض بيبقى في اول 3 4 شهور. المهم ربنا رزقك بحمل تاني ومعاكي بنت، ربنا يخليها لك. ايوه وبعد كده قلت بعد ربينة حملت حمل شهريان، وقبل ربينة حملت حمل شهريان ونزل، وبعد كده حملت بردينة. ايوه. وبعد كده هوت رحت جبت ربينة، وبعد كده جبت بنت تاني. كويس. وبعد البنت دي حملت حمل تاني 5 شهور، وبرده كيس الميه اتفجر واضطريت برده انزله. والحمل اللي كان بعد البنتين ده كان ولد؟ اه. والاولاني اللي فيه تشوهات كان ولد؟ اه. وحضرتك هتكلميني وتقولي لي، بيقولوا لي ان انا محسوده وعندي مشاكل ومش ربنا كاتب لي ان انا اجيب ولاد؟ لا انا ما بامنش بالحاجات دي، بس الحمد لله. فانا لما رحت وسجلت في المستشفى وكده، ايوه، فقال لي انت لما ولدت البنت الاخيره ما قالكيش ان عندك حاجه في الرحم؟ تمام. لا ما قاليش. ايوه. فانا لما رحت كشفت عملت اشعه رباعية الأبعاد، مهبلية رباعية الأبعاد، لقوا إن في حاجز ولا ملقوش؟ لا هو قال لي إشعة رباعية، ما استفسرتش منه إيه. طيب عملتيها ولا لسه يعني؟ آه عملتها وأنا حامل، عملتها وأنا حامل في المستشفى. طيب وبعد الولادة ما كررتيهاش تاني عشان يفحصوا الرحم يشوفوا في حاجز ولا لأ؟ آه رحت. لا رحت وبعد كده قلت قال لي عندك حاجة اسمها رحم ذو قرنين. تمام. والرحم ذو قرنين بيبقى معاه عنق الرحم بيبقى متسع، واحتمالية حدوث الانفجار المبكر لجيب المية وارد، لكن الأكتر إن الانفجار المبكر لجيب المية سببه التهابات مهبلية غير معالجة، فهو السبب الرئيسي في معظم الحالات، بدليل إن نفس الرحم ذو قرنين ده جبت عليه بيتين ولا حدش كان يدرى. ايوه في البيتين بيبقى كويس، لكن هو في الولدين الاولين. قلت لك هتقولي قايله لي الكلام ده، انا متاكد يعني. اه الولاد هم اللي بيبقى فيهم مشاكل، عيب يعني، عيب. ما كنتش ابقى ممارس لهذه المهنه بقالي 30 سنه. طيب لا علاقه لجنس الجنين انه ولد بالتشوهات، ولا جنس الجنين انه ولد بان يحصل انفجار مبكر لجيب الميه، والتشوهات شيء وارد وليها نسبة حدوث. تمام. وأكتر لو في زواج أقارب، وأنتوا في بلادكم بيبقى في زواج أقارب بنسبة. والرد الظريف جدا اللي بنسمعه الناس نقول لهم ده تشوه نتيجة لمشاكل وراثية، يقوموا يقولوا لنا كده ما عندناش وراثة في العيلة يا دكتور. أقول له يعني إيه ما عندناش وراثة؟ يعني ما عندناش حد جاله تشوهات. يا فندم هم الناس اللي عندهم تشوهات مش بيجيبوا عشان العيلة، دي اسمها طفرة جينية. كلمة طفرة يعني العيلة طبيعية تماما وكويسة جدا، والعيلة التانية طبيعية تماما، والراجل ده كويس جدا والست دي كويسة جدا، بس لحظة التقاء الحيوان المنوي بالبويضة حصل خلل في ترتيب عوامل الوراثة أدى إلى حدوث هذه التشوهات، وهذا معنى طفرة جينية. يقول لك لا بس ما عندناش وراثة في العيلة. وبعدين أنا من أول المكالمة على طول أدركت يا مدام رودينة وبعديها بنت تانية هيبقى الكلام لا ده الولاد هم اللي بيجي لهم كده، ده شوفي بقى قايلين لك ايه ومعمول لك ايه عشان ما تجيبيش ولاد. لا ملوش علاقه بالطب. الانفجار المبكر لجيب الميه له اسباب عديده يقترب من 10 15 20 سبب، لكن 90% من الاسباب دي هو التهابات مهبليه غير معالجه جيدا، ولو كان الرحم ذو قرنين او الحاجز الرحمي او ضعف عنق الرحم المصاحب له هو السبب، ما كانش حصل حمل وما نزلتوش الا لما انا نزلته لان في تشوهات، وحملين وولاده ولا كنت ادري عن هذا شيء. فالرحم ذو قرنين بيبقى ضعف في عنق الرحم، وهذا يزيد نسبه حدوث انفجار مبكر لجيب الميه، لكن في الاغلب لان ده موجود من يوم ما انا اتولدت وعشت واتجوزت وحملت، في الاغلب الحاجه اللي جدت هي اللي بنقول عليها دي هي التهابات مهبليه غير معالجه جيدا، ويجب علاجها من قبل الحمل واثناؤه. وقد تتكرر مشكلة انفجار مبكر لجيب المية لأن هذا هو صحيح الطب، ولا علاقة لهذا بجنس المولود.
وان شاء الله ربنا يكتب لك تحملي وتجيبي ولاد. ولا علاقة للجنس المولود بالتشوهات ولا الانفجار المبكر لجيب المية. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور حضرتك، انا عندي 26 سنة. كويس. معايا ابني 4 سنين. انا من شهر 10 السنة اللي فاتت حصل حمل وتوفى في بطني وهو عنده شهرين في اخر الشهر الثاني. اولا احنا ما بنقولش توفى الا اذا كان انسان ودخل فيه روح، وبالتالي لفظ وفاة هو يقال على حمل في طفل عدى الشهر الرابع، أما ما قبل هذا وقبل أن تدب فيه الروح بنقول توقف نبضه. في النهاية الحمل ما اكتملش، لكن الألفاظ عند دكاترة النساء بتفرق. ده اسمه كده عند حضرتك اسمه إجهاض. لما نقول للستات في مصر نقول لها إجهاض، لا يا دكتور ده مش إجهاض، ده مش أنا أجهضت ولا نزل عليا دم، ده اكتشفنا إن النبض واقف فنزلناه. أيوه ده اسمه إجهاض مختزن أو إجهاض منسي، تمام؟ بس ده ما اسموش جنين وتوفى، اسمه توقف نبضه في الشهر الثاني. ثم ماشي، وبعد كده عملنا تفريغ، وبعد التفريغ ده حصل بعدها بشهر مباشرة حمل تاني. كويس. وانا ما كنتش اعرف ان كان في حمل، ما عرفتش غير وقت نزوله ان هو كان في حمل. وايه اللي حصل فيه؟ نزل برضو؟ بس وبعد كده رحت كشفت عند دكتور فجالي فيه التهابات في الرحم وعالجهالي. التهابات في الرحم وعالجهالك، يعني انا اقبل ان تبقى فيه التهابات في المهبل، لان مفيش حاجه اسمها التهابات في الرحم، وقد يكون او لا يكون، لكن المشكله ان هذه الالتهابات ليست سبب للاجهاضات. فحضرتك رايحه عشان نقول لك سبب للاجهاضات، فقلنا لك عندك التهابات. يشكر من اكتشف هذا، ويشكر جدا على اكتشافه وعلاجه، لكن هذا ليس له علاقه بشكواي. ايوه سمعت. طيب الالتهابات اللي كنا لسه بنقول انها سبب رئيسي لانفجار مبكر لجيب الميه وولاده مبكره، لا علاقه لها على الاطلاق من قريب او بعيد باجهاضات مبكره. وقلنا قبل كده في البرنامج ده وكررنا فوق عن الالف مره، ومفيش ومش هنزهق لحد 1500 مره لحد ما الناس تقتنع أن الإجهاضات المبكرة سببها الرئيسي هو سبب واحد ووحيد، وهو سوء جودة البويضة التي خصبت وحدث منها الحمل. وتحت هذا الاسم العام الكبير سوء جودة البويضة تأتي عشرات الأسباب. سوء جودة البويضة بسبب أن هرمون اللبن مرتفع، سوء جودة البويضة بسبب خلل في الغدة الدرقية، سوء جودة البويضة بسبب ضعف مخزون المبيض من البويضات، سوء جودة البويضة بسبب البطانة المهاجرة حيث مناعة الجسم تهاجم البويضات، سوء جودة البويضة بسبب تكيس المبايض، سوء جودة البويضة بسبب اختلالات هرمونية، سوء كده. الأسباب تعددت الأسباب والنتيجة واحدة وهي سوء جودة البويضة، وسوء جودة البويضة هو السبب الوحيد. وأنا بقوله بعلو الصوت. السبب الوحيد للإجهاضات المبكرة. وما جبتش سيرة الزوج ولا قلتش الحيوانات المنوية، عشان لما الاقي ستات بيحصل لهم إجهاضات مبكرة وحد بيقول لهم، ما زال حد بيقول الكلام اللي ألغي من الطب من 20 سنة، اعملي تحليل سائل منوي، أصل السائل المنوي عند زوجك ضعيف أو الحيوانات المنوية ضعيفة أو مشوهة، حيث أكدنا أن الحيوان المنوي الضعيف أو المشوه لا يخصب، وبالتالي الأزواج ليسوا سبب للإجهاضات المبكرة إلا إذا كان في خلل في عوامل الوراثة والعوامل الكروموزومية. ده الاستثناء الوحيد، وبالتالي فحص السائل المنوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بأسباب الإجهاض. وأثبتت الجمعية الأوروبية لأمراض النساء والتوليد أن فحص النسيج اللي نازل من الإجهاض اللي مجهض من السيدة لا علاقة له بدراسة أسباب الإجهاض، وألغي فحص الباثولوجي للعينة اللي بتأخذ من الإجهاض وترسل إلى المعمل لتحليلها كفحص من فحوصات أسباب الإجهاض. يعني إن الست تجهض نقول لها خدي النسيج ده روحي حلليه، أصلا هنبص في التحليل نعرف السبب إيه. هذا وهم كبير. وإذا أثبت هذا التحليل وجود ما يسمى بمولر تشينجز، تغيرات حويصلية، فلا يجب أن يفتي من لا يعلم ويقول إن هذا حمل حويصلي ويعامل السيدة على إن هذا حمل حويصلي.
فشتان الفارق بين ما هو يطلق عليه حمل حويصلي أو حمل عنقودي وبين التغيرات الحويصلية التي تحدث في حمل طبيعي داخل الرحم توقف نموه عدة أيام ثم أجهض فتحت الميكروسكوب تحدث فيه تغيرات حويصلية وليس هو حمل حويصلي وشتان الفارق، ولا داعي لإرسال هذا النسيج للتحليل الباثولوجي من أساسه لكي لا ندخل في هذه الديلمة وفي هذه المشكلة. واللي أنا بقوله ده توصيات الجمعية الأوروبية لتأخر لفحوص لأمراض النساء، وهذه التوصيات ليست وليدة اليوم ولا اللحظة ولا الأسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات، دي مثبتة ومقننة وموثقة بقالها فوق عن 10 سنوات. معنا اتصال تليفوني. ألو. أيوه أيوه يا دكتور، أنا مكملتش السؤال. اتفضلي حضرتك. مين بس من الاتصال انقطع عليهم؟ احنا آسفين. زينة لسه حضرتك مكلمات. بعد ما الدكتور في العريس حصل برج الكم الشهر الثاني هيتلق. هو انا مش سامع الا يعني بصعوبه كده، لكن بيتهيألي سمعت كلمه ربط، بيتهيألي ان الدكتور قال لي ان بعد الشهر الثالث هنعمل لك ربط. قال لك اعمل لك ربط عشان الحمل ما ينزلش. يا دكتور انا عايز اعرف، انا خايفه اروح له، انا عندي حل وخايفه ان انا اروح له عشان بسبب المشوار ده ويجي. موضوع الربط ده جالجني انا. الربط بس انا شايفه اروح. الربط يجلد ولا عادي يعني؟ الربط اسلوب ثانيه بس اسمعيني هقول اهو. الربط اسلوب اسلوب للتعامل مع حالات ضعف عنق الرحم، لكن الربط في حد ذاته لانه عباره عن غرزه وجسم غريب داخل المهبل اذا وضع يزيد من الالتهابات المهبليه، وبالتالي قد يزيد من نسب حدوث انفجار المبكر لجيب الميه. كلام واضح اهو. طب يا دكتور يعني انا لو رحت له، حضرتك لو رحت له الدكتور وعمل له الربط ده عادي؟ عادي. طبعا في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان حضرتك هتبقي مقتنعه تماما ان الربط لو اتعمل هينجح لو كان الجنين انثى. الحاجه الثانيه ان احنا بنقول ان الربط في حد ذاته لا علاقة له بالانفجار المبكر لجيب المية، وانه يزيد الالتهابات المهبلية اذا لم يتم اخذ كورس لعلاج الالتهابات المهبلية معه، وبالتالي قد يزيد نسب حدوث الانفجار المبكر لجيب المية. فيكون الرد على هذا يعني اعمل الربط عادي. لو سمحتم الفيديو التاني عايزين نعرضه لما يكون متبقي دقائق من الحلقة عشان بس ما ننساش ان احنا نعرضه بعد اذن حضرتكم. فممكن تقولوا لي هيبقى فاضل قد ايه عشان نعرضه؟ مدة الفيديو قد ايه؟ طيب جميل. تاني، السبب الرئيسي للانفجار المبكر لجيب المية هو التهابات مهبلية غير معالجة جيدة. معنا اتصال تليفوني اخر. عامل ايه يا دكتور عادل؟ الله يبارك فيك. انا كنت عايز بالنسبه للمدام اتاخرت عنديها الدوره يا دكتور. ايوه مفيش معلومه تانية حضرتك عايز تقولها؟ في شهرين وعملت التحليل هرمونات اللبن والغده الدرقيه والمخزون المبيض وليها فوق الشهرين رب، وعملت اختبار حمل رقمي وبرضه ما كانش في حمل ولا اي حاجه، وعملت التحاليل دي وهي متحاش عندي الدوره. ايوه يا فندم، بعد اذن حضرتك سن زوجة حضرتك كام سنه؟ يعني بتاع 35. 35 ودي اول مره يحصل تاخر للدوره؟ يعتبر ثاني مره، ثاني شهر او ثالث شهر في الزواج، يعني قعدت 40 يوم 45 يعني في اول الزواج حصل ده مره. ايوه. وانتم متزوجين بقالكم قد ايه؟ لينا بتاع 7 شهور كده. 7 شهور، يعني في 7 شهور الست دي حصل ليها تأخر دورة مرتين، مرة 40 50 يوم، ثم ما عداش 3 4 شهور وحصل ده مرة أخرى، صح كده؟
صح يا دكتور. طيب بذمتك بعيدا عن كلام الاطباء اللي انا عارف قالوا لك ايه، بذمتك بالعقل والمنطق، بالعقل والمنطق، بالعقل اللي انعم بيه ربنا على البشر والمنطق، ست في سبع شهور مرتين تاخرت الدوره، ومش اتاخرت يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا اسبوع، دي بتتاخر 40 يوم وما نزلتش لما رحنا للدكتور ونزلها، والمره التانيه اتاخرت شهرين. يبقى الست دي لما يحلفوا لي انها طبيعيه عقلي والمنطق يقبل الكلام ده؟ هو الدكتور لا طبعا دكتور، بس قال لي مش عارف غده درقيه، قال لي في اكياس على المضيق، دان البرشام من الحمل ومكمل غذائي وحمض الفوليك وعلاج للغده الدرقيه، ولما قال لي لغايه لما يخلص الشريط تجيني بعد اسبوع ثاني. ايوه يا فندم، ده انزال للدوره، ما هو ده مش علاج، ده مش علاج حضرتك، بس خلي بالك بس دلوقتي في نهاية الشريط ده هينزل دم، هينزل ايه؟ دم. شفت انا وصفته بايه؟ هينزل ايه؟ دم، ما قلتش هتنزل ايه؟ دورة. دورة. لأنه مش دورة، ده دم، دي اسمها دورة اصطناعية، ده تأثير العلاج. لو خالتها أو جدتها على قيد الحياة وعندهم رحم لم يستأصل يعني، وحد اداهم نفس الشريط في نهايته هينزل دم، هل نقول الدم اللي نزل على جدتها إن ده دورة؟ تمام. وبالتالي ده مش دورة، ده انزال لدورة اصطناعية. تمام. يبقى ما الست دي الفحوصات بتاعتها لازم هيبقى فيها مشكلة، اذا حد بص في الفحوصات وقال انها طبيعية وما فيهاش مشكلة يبقى في حاجة من اتنين، اما ان الفحوصات دي معمولة في معمل مش مظبوط او في توقيت مش مظبوط، او العين اللي بتشوفها هي اللي مش مظبوطة. تمام صح يا دكتور كلام، لكن يجب حتما في خلل. ايوه يا دكتور، وهو حضرتك كده مش مع الدكتور يعني، وصدقته قاعد يزعق ويعمل، وفي الاخر ما فهمتش من غير لما يكمل الشريط الباقي الاسبوع ده تبقى تجيني. اما لما يكمل الشريط، لما يكمل الشريط هينزل دم وهيقول لكم ان دي دوره، وهيقوم مديها شريط تاني زي ما حصل في اول الحمل ويمشيها عليه شهرين ثلاثه، فانتوا تفتكروا ان النازله دي دوره وانتظم، وتقولوا لي كده انتظمت على العلاج يا دكتور، دي لا دوره ولا انتظمت ولا ده علاج، ده انزال لدوره اصطناعيه. تمام تمام انا فهمت كده دكتور. طب يجب ان الست دي تروح لحد متخصص يقول الحقيقه ويقول كلام علمي، مش يقول لك خد ده وامشي، فاول ما جيت تساله طب هي عندها ايه؟ طب المشكل ايه؟ قام كلك في الكلام وقام مزعق كده، وقام قايل لك لما ينزل ده هتنزل دوره، قول له لا دي مش دوره، وحضرتك هنروح لحد تاني عشان يقول الحقيقه. تمام؟ الست دي الدوره ما كانتش بتلخبط قبل الجواز، هم قالوا لحضرتك كده؟ عايزين نسألها بس قبل الزواج كانت الدورة أخبارها إيه؟ ماشي حضرتك، أظن فهمتني، أنا قلت بعض الكلام قلته بالتصريح وبعضه قلته بالتلميح، وحضرتك واضح إنك شخص لماح وهتفهم أنا قصدي أقول إيه. تمام؟ قبل ما ننهي هذه الحلقة عاهدنا نفسنا في هذا البرنامج إن يكون لينا دور توجيهي، ومنذ ظهور مرض الكوفيد 19 الإصابة بفيروس كورونا المستجد نشرنا معلومات عنه ووسائل وقاية وأكدنا على الناس. في مصر الحالات تزيد لكنها ما زالت أقل كثير من الدول اللي حوالينا، وأحد مسؤولي اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا قال في تصريح منذ عدة أيام قليلة على شاشات التلفزيون إحنا في نعمة فعلا مقارنة بما حولنا، لكن النعمة دي الناس تسيء استغلالها. هقول المحافظة بالاسم، في شهر 6 وشهر 7 كانت الناس بتروح إلى محافظة الإسكندرية وتقول الناس هناك صحيح ملتزمين بالكمامات في البنوك، لكن على البحر وفي الطرقات، ويقول لك ده احنا على البحر، هو على البحر بيحصل حاجة، وكان الناس متعجبين. فانتهى الأمر إن في شهر 8 ارتفعت الحالات، والمرحومة الزميلة العزيزة اللي توفيت الدكتورة عصمت وهي زميلة عزيزة، ثم زادت الحالات إلى أن تصل محافظة الإسكندرية أن تكون المحافظة رقم واحد في الإصابات بحالات الكورونا في الأيام الأخيرة. تمام؟ ومستشفى النجيلة للعزل اللي هي مستشفى مرسى مطروح تتحول إلى أنها ليست مستشفى عزل ولا تستقبل حالات الكوفيد 19، وتتحول إلى أنها تستقبل حالات التي تحتاج إلى عناية مركزة وإلى أجهزة تنفس صناعي، لأن بعض الحالات الشديدة بتزيد. وفي موجة تانية تضرب العالم كله، ومع ذلك يظل استهتار البعض بالمرض. فلو سمحتم
لو سمحتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن علينا أن نأخذ الإجراءات الاحترازية بعين العقل والجد. منذ أيام قليلة الممثلة المصرية نشوى مصطفى أصيبت بكوفيد 19 وحكت أنها تشعر بآلام كآلام مبرحة كآلام الوفاة، لأن أصاب الرئة وأثر على الرئة. إحنا قلنا 80% من الناس هيجي لهم بلا أعراض أو بأعراض بسيطة وتمر عدة أيام، وأحد الممثلين النهاردة أعلن أنه هو شفي بعد 3-4 أيام من ثبوت إصابته بأعراض بسيطة جدا. لكن بعض الناس ستصيب المرض، سيصيب الرئة، وإذا أصاب الرئة سيؤثر على تنفسهم، وإذا أثر على تنفسهم هيحتاجوا للعزل في مستشفيات وعلاج طبي، ونسبة قليلة للأسف هتروح للعناية المركزة. النسبة دول نسبة الوفيات فيهم عالية جدا للأسف الشديد، لأن لا يوجد علاج واضح لهذا المرض. الممثلة نشوى مصطفى قالت أنها ما اتصلت بوزارة الصحة ما سألوهاش غير اسمك إيه والرقم القومي إيه، وما يعرفوش هي مين ووظيفتها إيه، وهي خرجت بسلامة الله من المستشفى الحكومي اللي كانت معزولة فيها قريبة لمنطقتنا وعيادتنا منذ عدة أيام. ألف سلامة عليها. بس عايز أوري حضراتكم الفيديو اللي هي قالت فيه الأطباء دول إيه اللي أنتوا بتروحوا المستشفيات تزعقوا وتتخانقوا معاهم، تشوفوا الناس دي اللي بيعيش معاهم يشوف الناس دول بيعملوا إيه، وبالناس إمتى بتعرف قيمة الأطباء. متعكم الله بالصحة والعافية. نشوف الفيديو ده ونسمع ونفهم كل كلمة وراء إيه. لو سمحتوا نشوف الفيديو ونعلي الصوت نسمع الناس الصوت اللي موجود فيه. بس يلا يا جماعة تعالوا. انا دخلت هنا وانا بموت، بفضل ربنا بفضل دعواتكم وبفضل الملائكه اللي موجودين دول كلهم هكون مع الدكاتره. حضرتك قول للناس انا اكون جايه ازاي. على كل الناس يا رب دايما. بجد يعتبر انجاز من الانجازات اللي ربنا من علينا بيها في الايام الجميله دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يمكن السيده نشوى كانت داخله بتصارع الموت بجد، تمام؟ يعني نسبه الاكسجين ضعيفه جدا في جسمها. المرض كان ابتدى في مرحله النشاط العاليه بتاعته، والحمد لله ربنا قدرنا وادانا الاسباب ان احنا نقدر نشتغل بيها كويس. كل الدكاتره المحترمين اللي والتمريض اللي كانوا سهرانين ليل نهار بيدوا العلاج ليها والكل اللي زيها. الناس دي ما كانتش بتنام، الناس دي ما كانوش بيناموا نهائي. عشان تعالى صح بقابلي دكتور محمد توفيق، قول للناس لما دخلت لي بعد ما تعافيت قلت لي ايه؟ الحمد لله ان ربنا نجاكي من فتره معينه. المرض ده في فتره معينه اللي هي فتره الالتهاب اللي بتسمى العاصفه، المريض لو دخل فيها يا بيتم شفاءه على خير يا اما بيروح الناحيه الثانيه. فالحمد لله ان ربنا نجاكي في الفتره دي، والحمد لله الدنيا ماشيه على خير. ده بقى ابني، يا رب كل الشباب يبقوا زيه. ابني محمود، دكتور محمود، ربنا يكرمك يا رب. من فضلك قول للناس انت ازاي كنت بتهديني. احنا من اول معنا طبقا لبروتوكول الوزاره ودينا كل الادويه الممكنه اللي ممكن تساعد الاستاذه نشوى ان هي تتعافى من هذا المرض، والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل البروتوكول بتاع وزاره الصحه اللي حاطينه اساتذه كبار، الاستاذه نشوى بقت كويسه وبفضل مجهود زمايلنا في المرور اليومي عليها. دايما الحمد لله كنا بنطمنها وبنقول لها ان حالتها كويسه، والدعم النفسي كان مهم جدا ليها. كان احد العوامل اللي خلتها تتعافى بسرعه هو الدعم النفسي والكلام الكويس والمعامله الكويسه ليها مننا ومنها لينا. دي كانت حاجه كويسه جدا منها، واحنا بنشكرها جدا على ذوقها واخلاقها جدا جدا. الاستاذه نشوى ما شاء الله يعني ما شفناش في اخلاقها والله العظيم. الله يخليك قبل حبيبي كده يعني. ربنا يحميكم يا رب. حبايبي بقى ابني يعني حسين. انا حسين، انا مش عارفه اشكرك ازاي والله، يعني ربنا يبارك لوالدتك ولاسرتك فيك يا رب.
الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. دكتور احمد محمد اسعد، انت حضرتك بقى كنت المسؤول عن الحاجات اللي هي مكافحه العدوى بقى والحاجات دي كلها، والشرح اللي حضرتك قعدت تشرحه لي. طبعا الحمد لله والف سلامه على فوق حضرتك. واحنا طبعا هنا الحمد لله المرضى برغم ان حضرتك طبعا قيمه فنيه عاليه جدا، لكن المرضى هنا والله يشهد ربنا كلهم زي بعض بالظبط. واحنا هنا الحمد لله هكمل لحضراتكم الفيديو في حلقات تاليه. لكن لا يشعر الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، لا يشعر بها الا المرضى والا من فقدها. الصحه والشفاء من المرض أهم من حاجات كتير جدا، من فلوس ومن نجاحات ومن ومن ومن، لأنها نعمة من الله نرجو من الله أن يحفظها علينا وعليكم. الأطباء اللي حضراتكم بتشوفوهم بره المستشفى، الأطباء الصغيرين دول ولادنا وإخواتنا الصغيرين اللي مدربينهم واللي مخرجينهم من كليات الطب، واللي الحمد لله بنأدي أحسن رسالة. لا أفتخر بأي شيء سوى أنني أستاذ في كلية الطب أخرج أجيال. إن الناس دول اللي متخرجين عشان يقعدوا بره بيوتهم ويباتوا بره البيت باليوم والاثنين والثلاثة والخمسة والستة، ولا يسألوا ولا يملوا ولا يسأموا، وقد كده أدبهم وأخلاقهم ومساعدتهم للناس كلها. اللي بتشوفوهم في المستشفى راكن راسه، واللي نايم، واللي بيشرب كوباية شاي، واللي خارج بره المستشفى عشان يشم هوا، واللي تشوفوه رايح بيشتري عشاء وما تعرفوش انتم مرتباتهم قد ايه ونبطشياتهم قد ايه والضغوط الحياتية والاجتماعية والدراسية عليهم قد ايه، ولكن هم الجنود اللي بيواجهوا عن حضراتكم معركة الدفاع عن الناس. لما حد بيشوفهم وبيشوف هم بيعملوا ايه بيحس بانجازاتهم، وبيبقى فخور جدا بان البلد دي فيها هذا المستوى من الطب، وهذا المستوى من اخلاق الاطباء، وهذا المستوى من التزامهم. كل التحية وكل التقدير لكل الاطقم الطبية اللي سهرت على الرعاية بمريضة عادية دخلت الى المستشفى وخرجت عشان تحكي وتوثق تجربتها وحكايتها عن الاطباء ومعاناتهم. بنوجه كل التحية لكل الأطقم الطبية، يا رب يمن بالشفاء على كل مريض ويديم على كل ذي صحة صحته، وخلي بالكم من صحتكم وخدوا بالكم الإجراءات الاحترازية، واحمدوا ربنا على النعمة اللي فيها في مصر وتمسكوا بيها، ويا رب تظل الحالات قليلة ولا تزيد. للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل لبنا بشرة خير.